يقول حكم. انت دلوقتي انت كنت بتسكر، انت ما كنتش مسجل. انا فهمتك. السلام عليكم بيش. فيديو النهاردة هيكون منز جميع الترندات اللي موجودة، ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو حط لايك الفيديو، اشترك في القناة، فعل الجرس، روح تابعنا على الانستجرام، وخلينا نبدأ. انت بتكلم مين دلوقتي؟ بكلم خطيبتي. خطيبتي ايه حلوة؟ هو ايه اللي حلوة عم بقولك خطيبتي؟ ماشي يا عم، انا بسألك يعني ايه حلوة؟ اه كويس. طيب ممكن تديني رقمها واديك 10000 جنيه؟ طيب يا عم رقم مين يا عم؟ بقولك خطيبتي. انت فاهم انت بتقولي بقول لك خطيبتي؟ او انت لما تكون خاطب وانا جيت قلت لك هات رقم خطيبتك عادي بالنسبه لك؟ اه عادي. هو ايه اللي عادي؟ انت كده يعني انت كده ش... يعني انت كده عندك شخصيه. يخرب بيت الكلمه ديت جامده قوي. انت كده يعني انت كده عندك شخصيه. شفت ياد، وصلت للكوريين اهو، لكن ده اردني كوري. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. وانا ممكن في يوم من الايام ابقى زي محمد صلاح؟ لا تركيب يا جدعان. ليه ما نكسبش كاس العالم؟ عندنا المنتخب المغرب في اقوى لعيبه في العالم، حكيم زياش، وفي ومعاهم مدرب محترم جدا. ليه ما نكسبش كاس العالم؟ ليه احنا العرب دايما نفرح لما نطلع دور 16 ودور الثمانية ودور، لا نطلع ونكسب كاس العالم. احنا الجزائر. توقعاتك للماتش هتبقى كام؟ خسارة المغرب. حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. لا حول ولا قوه الا بالله. كله دول مصر ودول الخليج يا شيخ. يعني مصر فاتي ولا السعودية، العراق، المغرب، تونس، امريكا، القاهرة، لبنان، سوريا، اليابان، ايه تاني، وشرم، والغردقة، والسخنة، والباردة، ودبي، وعمان، والخليج. وانا وانت ورقصنا. دمه خفيف الراجل ده. رد علي مش قادر اتنفس. اوكي، انا وصاحبتي متفقين هنركز على حياتنا وهنبعد عن الحب ونغني له. اه هو ده الكلام ده. هي فجأة ايه ده يا جدعان؟ ايه ده ايه ده؟ انت لو لقيتي حد دق الباب هتوافقي؟ اللي بعده. حبيبتي ازيك؟ وازاي حبيبك بقى؟ ترى بيحبك زي ما حبيتك انا. اه ده شبيح حب مطيخة. اللي بعده. بعد ما قعدت اغني لهم طول اليوم بصوتي. انا صوتي وحش يا هيصر، انا صوتي وحش يا سيكا. ما تحيجناش بقى في جاني، هو ده صوت اصيلا. وبخلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. لا حول ولا قوه الا بالله. لا جمهور عصر. وضع الرجال في كاس العالم ينزل عليه. البنت مو عارفه شو بيصير. رفعت عليه الشبشب. ما يجيكي واحد مكتمل لو تموتين. يجيك واحد مكتمل لو تموتين. شكله حلو جسمه مو حلو، شكله حلو جسمه حلو ما عنده شخصية، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوة ما عنده فلوس، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوة عنده فلوس أبو نسوان، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوة عنده فلوس مو أبو نسوان ما يحبك، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوة عنده فلوس مو أبو نسوان يحبك متزوج، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوة عنده فلوس يحبك مو أبو نسوان ما متزوج ساقط لا دين ولا دين. ايه كل البلاغه اللي انت بتقولها؟ ايه ده كله ده؟ ايه ده؟ يخرب بيت دماغكم، ايه الفراغ ده؟ السوق وقع والشركه بتفلس. انا اموره برند وملكه مشهوره، اخركم معايا كم صوره. انت عليك حاجه. اللي بعده. وانا بقنع صاحبتي ان اكلمه. ما انا بفكر اخش اقول له وحشتني واخلي كرامتي دي للمره الجايه. جدع يا بت. اللي بعده. دخلت رميت الجاكيت على الكرسي والاوضه نظيفه. ماما زي البني ادمين، انما انت تأبى الا ان تعيش بهيمه في زريبه حتى
المام مش لاقيه يا ابن الكلب فانت زعلان. اللي بعده، انا رافضه فكره الارتباط عشان ما بحبش حد يتحكم فيا. صاحبتي. ايوه انت فين؟ حلو قوي قوي قوي، خرجتي من اوضتك رحتي الصاله من غير ما تقولي لي. ده مين؟ ده كريستيانو رونالدو. ماله بقى كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو احد ازواجي من لعيبه الكوره، هيمضي مع النصر السعودي، هيبقى في السعوديه، هيبقى قريب مني. هيمضي بكام حبيب قلبي؟ هيمضي ب 200 مليون يورو. يورو اوكي في السنه. انا طبعا مش عارفه المبلغ ده كام، هحوله مصري يا جماعه. وان سكن، دبل مصري، انا مش عارفه اقرا الرقم بصراحه. ايه ده كام رقم ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رقم. ايه الرقم ده؟ تعالوا نشوف بالسعودي الرقم ده بالسعودي، هي دي تريليونات ولا هي دي تشليونات في شخليونات ولا ايه الارقام جهيا ولا هم اخترعوا الرقم مخصوص؟ قولي ما شاء الله، اذكر الله الراجل هيصبح والع. هو الراجل اتدمر من شويه. شايفين يا جدعان هو خايف عليها قد ايه؟ ده جه طلع تليفونه عشان ياخد رقمها، لقاه في وشه على طول وقفل عامل له كده. ايه؟ عايز ايه انت؟ الله بجد على القصه الجميله دي، ايه الجمال ده؟ مال هتعملي ايه يا قلبي؟ لو لقيتني قاعد مع ابوكي بنقرا الفاتحه هتعملي ايه؟ البت شكلها هتطقم الفرحه على فكره، لكن هي من النوع اللي بيداري. الف مبروك يا فتاه. انا قلبي وقف عليكي لما غمستي. والله؟ وقف عليك لما انا غمست؟ بجد؟ سافلة تلاقي قلبه صغير عشان كده واقف عليك. انت اخرك اللي يقف عليك الدبان زي ما هو واقف دلوقتي. عينيك الحلوة شغلتني وحدك بس تهنمني، تعالي في حضني يا عمري، تعالي روحي طمني. اقلب 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 اقلب. حاضر. اللي بعده، يا بختك عندك اخوات ولاد. صباح الخير يا نبيل. ايه ده؟ معلش انت جننت يا مازو ولا ايه؟ معلش اهدى نبيل، اهدى معلش، هو اعصابه تعبانه نستحمله. ها هو بيكلمك بس مش عشان بيحبك. ويلي اصحى وصحي ده انا نفسي مش هنساكي. دي حاجه تنرفز، انا زهقت. مالك يا ابني في ايه؟ انا كان قل عليا ارتبط ليه؟ انا ما انا كنت عايش ملك. ايه ده بس كده؟ قول لي في ايه؟ خناقه على طول يا عم، كل كبيره وصغيره خناقه. ما هو ده طبيعي يا صاحبي وبيحصل في كل العلاقات. ايه ده بس كده وكل حاجه هتتحل بهدوء؟ لدرجه انها تتخانق معايا عشان بطلب اوردر اكل وانا معاها، وبنت اللي ردت عليا دي غيره دي يا صاحبي، ومعنى انها بتغير عليك يبقى بتحبك بجد. ايه ده بس كده وكل حاجه هتتحل بهدوء؟ يا ابني دي امبارح عملت معايا مشكله قد كده عشان اتاخرت بس عليها في الرد شويه. وانت كنت فين؟ كنت في الحمام. طب يبقى عايزاك معاها طول الوقت، وده حب برضه. ايه ده بس انت كده وكل حاجه هتتحل بهدوء؟ اهي بترن اهي، ارد عليها بقى احرق دمها دلوقتي؟ لا لا لا، احنا لسه بنقول هنحل الموضوع بهدوء. هات انا اكلمها وافهمها. ممكن اعرف في ايه بكل هدوء؟ بكل هدوء بقول في ايه؟ هو استعباد؟ ولا عارفين نقعد على قهوه، ولا عارفين نروح كافيه، ولا عارفين نحضر حفله ويجز؟ ما تقاطعنيش وانا بتكلم، انت اللي تسمعي. يعني ايه يعني مش سامعه؟ يعني ايه؟ طب في 60 داهيه هو في كده؟ اهدى 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 بس، وكل حاجة هتتحل بهدوء. عصبتني عصبتني منها لله. هو انا كده فركشت صح؟ انت لسه عايز ترجع لها بعد اللي عملته ده كله؟ لا جامدة والله. اللي بعده، لما عميل يخش يستخف دمه معايا. والله يا فندم شرفتنا جدا والله. حبيبي اسم الكريم ايه بقى؟ صلاح يا عم، صلاح الفل. انت هتهزر مع ماتين امي؟ وحشة ولا ايه؟ وحشة ايه؟ طب اتفضل اطلع بره عشان ما يقلش. انا اسف. اتفضل. اوكي، 50 مكالمة من أصدقائي، واحد مكالمة من حبيبتي. ايه حاجة الحاجات اللي نفسك سعرها يرخص شوية؟ هو اللي يعني يقول اللحمة الفراخ، بس أنا كشخصة مش عايزة حاجة ترخص، أنا راضية والله العظيم راضية. السيسي حبيب قلبي، ما حبش في العالم كله قده، لو حشحت كده ما حبش إلا هو. يا حاجة يا حاجة اتقي ربنا. يا حاجة اتقي ربنا، قولي الحق يا حاجة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب مش كريب، كريب كريب. إيه كريب دي؟ كملي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاك.
بص هو برافو عليكي وكل حاجه، لكن بقى يبقى احلى لو انت عملت ايه، دريتي شعرك تمام، ما تحطيش فلتر، تربعي وانت بتقري القران، هتبقي ميمي. ربنا يوفقك. اللي بعده يا جماعه والله العظيم ما بشحت، ساعدوني يا اهل الخير، انا بقالي سنه ونص بنزل فيديوهات وما بطلعش ترند، انا عايز اطلع ترند زي اصحابي. الشحاته تطورت. مش بقولك انت معفنه يا معفنه يا منتنه يا جربانه يا مغل يا صفره، سايبه شقتك كده وقاعده 24 ساعه على النت يا وليه يا وليه اتقي الله يا وليه. يا ستي سيبها في حالها بقى، ما تخليها تبقى منتنه ولا معفنه، كده كده هموت. اللي بعده كذاب ينفع عيونك انك لسه شاريها، لا لا انا لو هتجلي ببلاش هتبرع بيها، شكلك موجوع منها وقلبك شايل ياما، ده جامد. اللي بعده الحمد لله ان الفيديو ده كان متصور، كان زماني مطرود من البيت. اوكي جامدة والله جامدة. اوكي اللي بعده نكتي لحياتي وقلبي وكل مالي، يا بيضة بتتكسر نكتي لحياتي وقلبي لا جامدة الاغنية دي. والتاني اتكسف نكتي لي يا جدعان، مش كده يعني، في فرق بين الاتنين يعني، على ابو دماغكو. او شيت بتعض البطانية بتعض البطانية، كخ عيب، انا هلصحهم بالشمع ما تقلقش لا حول ولا قوة الا بالله. اللي بعده بالنسبة للمذاكرة خلينا متفقين في البداية كده، دراسة يعني مذاكرة، وأول وأهم قاعدة في المذاكرة إنك تدي كل حاجة حقها، يعني وقت الهزار هزار، وقت المذاكرة نوم. الله ينور عليك، ده اللي أنا بقوله. ظابطين؟ إنه مزهد شو؟ هيك بشكل عام ظابطين شباب شو؟ لا. ليش؟ لأنه كذابين. ليش كذابين؟ هيك كذابين. يعني مين شو مين كذب عليك؟ كلهم كذابين. كلهم كذابين؟ صح لك تاخذي حدا من غير جنسية غير السوري، مين شو جنسيتك؟ بحب الشاب المصري. يا حبيبة قلبي، واحنا بنحبكم لله في لله. بحب الشاب المصري. ليش؟ مهضومين يعني؟ زين ايه. اضربوا بانجو الشباب. مال امك انت، انت مالك، انت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك انت. صح. انت مالك يلا. عادي نضرب سوا. هيك خلاص. يا حبيبة قلبي، شايفين الفهم يا جدعان؟ البنت دي بتفهم عليا الطلاق. هيك خلاص. بيعيا انت وياهم. ربنا نصرني. على ناس كتير جدا بتشكك. الحمد لله. كلمة للشاب ده يا اسطى، بطل صفار من جوه، اسلك من جوه يا باشا، تحب لاخيك كما تحب لنفسك، بطله بقى. اللي بعده يوم الصباحيه لما حماتك تيجي وتلاقيك ما عملتش حاجه، يلا اندهل الناس تمسك مله السرير، هكسر دين وامها دلوقتي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اهدى. جامد جامد يا الشاب المصري ولا الشاب التركي؟ ايه يا جدعان ماله الشاب المصري؟ عاملين تكرنوه ليه يا جدعان؟ ماله الشاب المصري قاعد في حاله؟ حلاوه في الحلاوه؟ لا انا اختار المصري. انت مشجعه بنت بلد؟ لا المصري. يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي، يا بنت الاجابه اللي مش متوقعه دي، ايه الجمال ده؟ اصل معلش ياخد شكل. لا انا ما ببصش لحد بشكل. شكل يعني احنا شكلنا وحش يا بنت؟ البنت بتقول مش هاخد شكل. ردمت كل اللي قلتيه. احنا المصري رجوله وبيخاف على بنت بلده. لا مصري طبعا. بعد ايه؟ بعد ما قلتي مش هاخد شكل. يكفيني امي شايفاني قمر، امي دايما تقول لي الف بنت تتمناك، ان جاب بنت من الالف دول مفيش بنت. الله يخليك يا امه. يا راجل النسوانه دي عيب على شبتك. لما يقول لي هنركن عشان نتكلم.
ويتكلم فعلا. ايه ده عايزه ايه يا بنت؟ يتمنعون وهم الراغبات. لبعضه الطالب الغبي يراكم على نفسه المواد ويظهر عليه التوتر دائما قبل الامتحانات، حتى انه بعد الامتحانات يتفاجأ انه قد طبل المواد. الطالب الكيرفي، الطالب الكرييتيف قصدي. اللي بعده. انت دلوقتي عندك كراش مثلا، عايز تقربي منه تعملي ايه؟ لا استحاله انا ابدا اكلم راجل، والله العظيم بكلمك بجد، استحاله انا ابدا اكلمه. لو هو ما اتكلمش حتى وانا هموت عليه لو ما اتكلمش، خلاص كده شكرا. سميت الحب وسط الورد بعاني. طب هو هيعرف منين يا غبيه؟ يعني مش هشم على ظهر ايدي؟ هلعب بالنجوم انا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اللي بعده. ابو دماغكو يعني، بص المقالب وجمالها، بصوا المقالب وجمالها، بص ابوه يا لهوي، مش واخد باله خالص خالص جدا. لا 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 لا، بص ابنه ايه ده. هنضحك. حاضر. شبه رضا عبد العال الواد. الواد الصغير ده شبه رضا عبد العال، سبحان الله، فيهم دم من بعض والله. اللي بعده. بص القلب تزيني، طبطب عليا ونسيني، وخديني في حضنك ضميني، خلينا ده اللي قبلك كانت نكديه، جرحتني وبكت في عينيا. ان شاء الله يبقى عام يتحقق فيه الاماني. يبقى استناني بقى. ده كشرو. ايه كشرو؟ ايه كشرو؟ ايه كشرو؟ كشري كشري كشري. والله تستاهل. اللي بعده. وبكده يا باشا وصلنا نهايه الفيديو، اشوفك على الفيديو الجاي. جود باي برو. جود باي برو. جود باي برو. جود باي برو. جود باي برو.